خدي يا نور، خدي ادي اعصابك امسكي. طب يعني بعد اللي انا حكيته لك ده مش يبقى هي عارفه حاجه؟ يا ستي هو انت ليه بتفكري بالطريقه دي؟ ما ممكن تكون الست يعني بتتكلم بطريقه بشكل عام، ما انت عارفه ان هي رخمه، عايزه بقى تمشيكوا بمزاجها، عايزه تمشيكوا تحت طوعها. بس يعني بصراحه، بس ايه بقى؟ ها قولي. بصراحه نور مروان ده طري قوي. اتلمي. والله العظيم ما بهزر، عيل طري كده ومش بيتحمل المسؤوليه ومخوخ وابن امه، وبعدين انا متاكده ان امه لو سالته وضغطت عليه هيكر كل حاجه ويفضحكوا. انا عارفه انت حبيتيه ازاي ده واد قرد مسلسل. احترمي نفسك. خلاص يا عيش بقى، بحبه يعني حبيته بحبه خلاص. وايه اللي حبيتيه؟ طب امال ما حبك بورس يا بعيد، امال بتشتكي منه ليه بقى؟ يا بنتي مش موضوع شكوى قد ما هي فكره ندم، يعني انا بحس ان انا ندمانه طول حياتي على اللي انا عملته. وبعدين معلش يعني يا عيش، انا حياتي كانت ممكن تبقى عامله ازاي اصلا بقى دلوقتي؟ خلاص يا نور، بقول لك ايه، كبري دماغك، كلنا بنغلط واللي حصل حصل، ما تفكريش كتير قوي في الموضوع، فكري في الحاجات الحلوه. يعني عندك سيليا بنت زي القمر، انا ما اعرفش انت جايباها منه ازاي بصراحه، من القرد ده. طالي طوله لسان بقى، يعني انسي، كبري دماغك. انسى؟ طب يعني قولي ان انا نسيت. ليلى تفتكري بقى لو عرفت حاجه ممكن تعرف تنسى؟ هو انت ليه بتقدري البلاء قبل وقوعه؟ لا اله الا الله. وبعدين يا ستي فلنفترض ان هي ما عرفتش حاجه، خلاص عيشي حياتك بقى بشكل طبيعي. يا عيش بقى افهمي بقى، هي بتتكلم بقلب جامد قوي عن غلطاتي وعن طريقه تربيتي لسيليا، ده معناه ان هي اكيد عارفه حاجه. لا معلش بقى، انت عارفه ان الست دي مستفزه ولسانها اطول منها. وبعدين بقول لك دي ست بارده قوي، لو هنتكلم على التربيه يعني ما تروح تشوف ابنها، ما هو كمان مش متربي. وانت يعني رحت اتجوزتيه عرفي لوحدك، ولا انت شربتيه حاجه اصفره بقى وانا ما اعرفش؟ ما ايه اللي بيته من الازاز ما يحدفش الناس بالطوب. شفتي ايش؟ يعني انت رايك زي رايها، انت كمان شايفاني ان انا مش متربيه، مع انك اكتر واحده عارفه ان انا حبيته قد ايه، وحب ليه ده هو اللي وداني في 60 دقيقه ان انا سمعت كلامه. يا بنتي يا نور يا هبله، انا ما اقصدش كده، ما تزعليش مني. يعني هو انا لو كنت شايفاكي كده ولا كان رايي كده من الاول، كان زماني ساعدتك وقفت جنبك. انا اصلا ما كنتش بطيئك، كنت اشوف العام وما اشوفكيش. طب اوعي بقى عشان انت بداتي تعكي عيش. اوعي. طب خلاص ما تفتحيش معايا الموضوع ده عشان موضوع مستفز جدا، وما تزعليش مني. خلاص مش اكيد مش هزعل منك يعني، الهبل ده. وبعدين بصراحه يعني ما انا كمان كنت بكرهك يعني زمان، يعني ما اعرفش، بس يعني حبيتك برضو لما وقفت جنبي، ما كنتش عارف انك طيبه وجدعه كده. ما بتكرهيش حد يا كتكوته. بس بقى على فكره ايش، انت مدام بول ما اعرفكيش يكرهك. انا ده انا طيبه خالص. بعدين صحيح، ثانيه واحده، انا بقالي سنتين هموت واعرف الموضوع ده. موضوع ايه؟ انت يا بت، انت ايه ده؟ بت ايدك لقطعها لي. بتلمعي اوكر؟ انت بتقفي عند الباب وتسمعي مكالمتي انا ومروان؟ يا نهارك اسود انت تاني بتفتحي الموضوع ده تاني؟ يا هبله بقى، في واحده في الدنيا متجوزه واحد عرفي تروح تكلمه وفي بيت اهلها؟ هو ما يعرفش انت متجوزه عرفي وفي بيت اهلها وفاتحه باب الاوضه؟ فلنفترض برضو، ايه اللي خلاكي تقفي تسمعي المكالمه؟ يا بنتي يا متخلفه، مش تحمدي ربنا ان انا اللي سمعت ده، ان صوتك كان قد كده والجيران سامعاكي. وبعدين ده لولايا كان زمانك متشحتفه وراه في المحاكم ومش عارفه تاخدي منه الحق ولا باطل. ما تعيشيش بقى قوي بقى، لولاكي لولاكي انت هتغنيها. على فكره عمرو هو السبب في كل اللي حصل ده، هو اللي جوزني غصب عن اهلي وعن اهله، فبلاش بقى حركات النص كم دي، انا عارفاكي. يخرب بيتك، ومين بقى ان شاء الله اللي راح حكى لعمرو كل حاجه وخلاه يساعدنا؟ مش انا؟ لا مش انت. ايه انت بت، بصي لي كده زي ما بكلمك، انا ولا مش انا؟ اهو انت. عيش على قد ما هي مدب، على قد ما دي اكتر حاجه بنحبها فيها، مش بس عشان هي مش بتزوق الكلام وبنعرف رايها في كل حاجه بصراحه، بس كمان عشان فيها ميزه مهمه قوي، ان مهما كان الموقف اللي بيحصل كلامها بيضحكنا.